اهلا بكم مره تانية في كايرو دار مع الباب السادس والاخير من منهج الجيولوجي اللي اتكلمنا فيه على الازمنه الجيولوجيه وتابعنا مع بعض ايه الاحقاب وايه الازمنه وايه العصور وايه مميزات كل حاجه. تعالوا بقى نيجي للجزئيه المهمه اللي بتشغل بالنا كتير، ازاي العلماء قدروا يقيسوا الزمن الجيولوجي. العلماء قالوا ان عمر الارض 4600 مليون سنة تقريبا. طب ايه اللي اكد لهم الكلام ده؟ تعال نشوف. عندي نوعين من الازمنة، في زمن نسبي وفي زمن مطلق. الزمن النسبي ده بالنسبة لاحداث الارض وعمر الكائنات اللي عايشة عليها، فبقول ان الزمن النسبي ده بيؤرخ ويعمل على تاريخ الارض، يعني بيجيب تاريخ الارض او العصر او العمر او الزمن منسوب الى حادثة في تاريخ الارض. يعني انا بقول ان اثناء حادثة معينة في الارض حصل كذا، يبقى انا بنسب الزمن لتاريخ في الارض بغض النظر عن سنة وقوع الحدث. يعني انا ما بهتمش بسنة وقوع الحدث. تعالوا طبعا علشان ما نتوهش ناخد مثال. احنا قلنا ان في اول عصر ظهر في الارض هو العصر الكامبري. لو لقينا كائنات قبل الكامبري فبقول ان الكائنات دي تنتمي الى ايه؟ ما قبل الكامبري. يبقى الكامبري بداية ظهور الحياة، اللي قبل الكامبري بسميه بنسبه الى ما قبل الكامبري، اللي بعد الكامبري بنسبه بقول انه ما بعد الكامبري. يعني نقدر نقول ان ما قبل الكامبري هو حقب الحياة غير المعلومة، ما استدلناش على حاجة، يبقى اللي ما بعد الكامبري ده حياة معلومة. انا استفدت بحاجة هنا؟ ما استفدتش، ما عرفتش ده سنة كام. يبقى انا بنسب التاريخ لحادثة وقعت في الارض بغض النظر عن سنة وقوع الحدث. لكن الزمن المطلق بقى اللي هو الزمن بيقيس بدقة سنة وقوع الحدث او بيقيس العصر عدى عليه كام سنة بالتدقيق الكامل. طبعا علشان افرق ما بين الزمن النسبي والزمن المطلق لازم ده بيعتمد الزمن المطلق على ما يسمى بالساعة الجيولوجية. لما نيجي نعرف الساعة الجيولوجية اقول هي عبارة عن حادثة او ظاهرة تسير بالاحداث في اتجاه واحد، زي الساعة بالظبط بتمشي في اتجاه واحد بمعدل ثابت منذ ان تنشأ. يعني من بداية نشأة الارض والساعة الجيولوجية بتاخد الاحداث من الماضي وتمشي للمستقبل ولا ترجع بسيرتها للخلف مرة تانية. بس خلي بالي لو حصل تغير في الزمن بتتغير معاه، لكن ما بترجعش تقيس الماضي عشان ما يحصلش اختلاط. الساعة الجيولوجية بتعتمد على اربع قياسات اساسية. اول حاجة تحلل المواد المشعة، ويمكن دي ادق طريقة للحصول على عمر الارض. ازاي؟ اي صخر في الارض بيحتوي على مجموعة من العناصر المشعة، بتخرج من العناصر المشعة مواد اشعاعية، بيجي عليه وقت من الاوقات والصخر ده يتحول الى صخر ثابت. فبنقول ان عندي هنا عنصر مشع بيتحول الى عنصر ثابت، زي مثلا مجموعة من العناصر المثالية هندرسها. بس مهم جدا لازم اعرف في حاجة اسمها فترة عمر النصف. ليه؟ فترة عمر النصف دي فترة بتعتبر مهمة جدا بالنسبة لتحلل العنصر. يعني مثلا لو خدت اليورانيوم، يورانيوم 238 ده الفترة بتاعته فترة عمر النصف وصلت حوالي 4560 مليون سنة. الفترة دي قضى فيها اليورانيوم نص عمره اتحلل من عنصر مشع الى عنصر ثابت غير قابل للتحلل في فترة 4560 مليون سنة. العناصر الثابتة اللي هي عنصر الرصاص 206 زائد عنصر الهيليوم، دي عناصر لا تتحلل. طيب في بعض العناصر المشعة برضه موجودة في الكائنات الأخرى، يعني في جسم الكائنات في عناصر تانية، زي مثلا عنصر الروبيديوم موجود في الأرض. عنصر الروبيديوم ده عنصر مشع في فترة زمنية اسمها فترة عمر النصف، فقط في نص العدد بتاع أنوية الذرات بتاعته،
اتحول لعنصر استرنشيوم يبقى ده ثابت. يبقى اليورانيوم بيتحول لرصاص وهيليوم، الروبيديوم بيتحول لاسترنشيوم. في عندي العنصر الثالث اللي هو عنصر البوتاسيوم. البوتاسيوم خلال فترة زمنية، وده موجود في جسم الكائنات، بيتحول الى عنصر الارجون، وده عنصر ثابت لا يتحلل. طيب ازاي نقيس عمر فترة نصف العمر، ومن خلالها نقدر نستفاد بالارض ازاي نجيب عمرها؟ فترة عمر النصف، العنصر المشع بيفقد نص كمية المادة المشعة اللي فيه، بيتحلل زي ما قلنا لعنصر ثابت غير قابل للتحلل. برضو اجسام بعض الكائنات فيها زي الكربون وغيره. طيب ازاي نجيب عمر الصخر؟ ابص على القانون اللي عندي هنا، هلاقي العمر المطلق لمعدن صخر او حفرية، نسبة العنصر الثابت مقسوم على نسبة العنصر المشع اللي هو بيتحلل في العمر النصفي لهذا العنصر. يعني انا بجيب العنصر الثابت واقسمه على العنصر المشع واضربه في فترة عمر النصف. دي اول طريقة بنستخدمها. الطريقة الثانية اللي هي تطور الحياة. ايه اللي عرفنا الحياة تطورت؟ من خلال اللي بيحصل ظاهرة ملموسة من بداية نشأة الارض، ده اللي هي فكرة التطور، لغاية ما توصل لاخر حاجة لحفريات مفيدة في تحديد عمر الارض. زي مثلا عندي حفرية اسمها الحفرية المرشدة، ايه اهميتها؟ تستخدم في تحديد عمر الطبقات، بس بشرط لازم يكون ليها شروط مهمة جدا. ايه هي شروطها؟ المدى الزمني بتاعها مقيد يعني عمرها قصير، الانتشار الجغرافي بتاعها عريض يعني انتشرت في اماكن كتيرة. اللي انا باخد بالي منه ان اي طبقة صخرية اترسب فيها مجموعة من الحفريات، لو كشفت عن الحفريات اللي في الصخر اللي بعدها في الترتيب هلاقي اكثر تطورا. طيب لو اختفى التحفر من الطبقة دي ايه اللي هلاحظه؟ هلاحظ ان الكائنات اللي فوق اكثر تطورا لان هي احدث منها. يبقى هنا بدأ يحصل عملية تطور. مين اللي يساعدني في قياس الكلام ده؟ الحفرية المرشدة. بس خلي بالي، مفيش في مرة قلنا ان عمر الارض 4600 مليون سنة اكيد. بنقول ايه؟ تقريبا. ليه تقريبا؟ لان بيحصل هنا كوارث زي ما قلنا في البداية، ظواهر طبيعية بتحصل تؤدي الى اختفاء الترسيب فجأة، ولما بيختفي الترسيب بيبدأ يظهر نوع تاني احدث. فانا مش قادر احسب الحتة اللي ما فيش فيها حفرية دي عمرها قد ايه، فعشان كده بنقول تقريبا بيوصل العمر لقد كده. الحاجة اللي بعد كده اللي انا بستخدمها في قياس عمر الارض وهي سرعة الترسيب. العلماء اكتشفوا ان اي تتابع في ترسيب، معدل الترسيب ثابت بيوصل لحوالي 30 سنتي لكل 100 سنة. يعني لو عندي رواسب اترسبت ولقيت سمكها 90 سنتي، يبقى على طول هعرف ان دي ترسبت في 300 سنة. ليه؟ لان كل 30 سنتي اترسبت في 100 سنة. سرعة الترسيب دي وضحت لي حاجات مهمة جدا، من خلال مثلا مثال بيقول اذا كان في تتابع دلتاوي سمكه 1260 متر، هنا طالما جت بالمتر يبقى لازم احولها للسنتي. هقول 1260 اضربها في 100 واقسمها على 30 واضربها في 100. افادتني في ايه؟ ان في بعض من الطبقات زي مثلا منطقه بحر البلطيق بدا يحصل فيها تآكل، لكن زي ما اتفقنا ان الرواسب اللي هنا السرعه بتاعتها والدقه بتاعتها ما بتكونش كامله، عشان كده بنقول تقريبا. اخر حاجه معانا وهي حساب الملوحة في البحار والمحيطات. هنفاجأ بحاجة غريبة. العلماء قالوا ان يعتقد ان مية البحار والمحيطات في القديم كانت عذبة. ازاي؟ امال الملح ده جه منين؟ لو تابعنا هلاقي ان البحار والمحيطات بتصب فيها، يعني البحر بيصب فيه نهر. النهر هو جاي منقول من مكانه علشان يصب في البحر. بيمر على صخور جبلية،
صخور الجبال فيها أملاح، فبتدوب الأملاح في النهر يصب في البحر يسبب الملوحة. عشان كده لو أتيحت فرصة ودقنا النهر من عند منبعه وعند مصبه، عند المنبع لاقي المية عذبة، لكن عند المصب بتاعه بتزداد الملوحة. ليه؟ لأن طول ما هو ماشي بينحت في الصخور ويدوب الملح. عشان كده يعتقد أن البحار والمحيطات كانت عذبة في البداية. أمال سبب الملوحة إيه؟ راجع سبب الملوحة لكمية الأملاح اللي بينقلها النهر. تعال نشوف الأرقام اللي معانا هنا. يعني مثلا كمية الأملاح اللي بينقلها النهر سنويا حوالي 1.56 في 10^14 جرام، وكمية الأملاح اللي دايبة في المحيط أو البحر بتوصل لحوالي 1.26 في 10^10^22 جرام في المية. بقسمة الاتنين على بعض يقدر يطلع لعمر المحيط اللي تقريبا بيوصل حوالي من 90 لـ400 مليون سنة. طبعا القياس ده مش دقيق، عشان كده العلماء بيقولولنا لما تيجوا تقيسوا كرروا التجربة مرة واثنين وثلاثة لغاية ما في النهاية تحصلوا على برضو قياس تقريبي بسبب فترات عدم الترسيب. كده نكون وصلنا لنهاية الباب السادس ونهاية المنهج الخاص بعلوم البيئة والجيولوجيا، وأشكركم على متابعتكم، ونتقابل في المراجعات مع بعض بعد ما نكون استوعبنا المنهج كويس من خلال ما يعرض علينا في كايرو دار. شكرا وإلى اللقاء.